بلاد مخالب. حسنا فرس الظلام سأريك. كيف حالك يا تيكي؟ كل شيء على ما يرام. بلاك، خذ هذا الشيء النتن خارج غرفتي. هل استيقظت أيها الأمير؟ بلاك، لا يمكنك سماعي؟ أخرج هذا الجبن من غرفتي، سأنام قليلا. حسنا، شخصا ما قد نسى حول تدريبنا اليوم. استيقظ، سأعطيك 5 ثوان وإلا سأحجر الجبن الذي كنت أكله بالأمس. حسنا، سأنهض. أنا أنهض. إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا عن بعض التمارين؟ أوه نعم نعم نعم. 1، 2، 3. هيا هيا يا قنديل البحر، هيا. 80، 90. عمل جيد، ولكنه ليس كافيا. نعم بلاك مخالب. 398، 399، 400. رائع. أنت تعلم ما الذي يجب أن تفعله. هيا افعل اللكمات، هيا لكمة، ابدأ. هكموث يحاول محاصرتك. ابدأ إلى اليسار، إلى اليمين، أحسنت، هيا هكذا، صحيح، أحسنت عملا يا إدريان. لقد حظيت بتمرين رائع. شكرا بلاك. بلاك، ماذا تأكل؟ حسنا، ما الأخبار اليوم؟ أخبار عاجلة، الفرس المظلم أخذ شعب باريس رهائن. من سينقذهم؟ الشرطة عظيمة الفائدة؟ أوه بلاك، نحن يجب أن نعجل المساعدة. أنا سأرى الدرسوق هناك. حسنا، هل نسيت؟ ها؟ لقد تركت لك الدعسوقة رسالة البارحة. رسالة؟ أيها القط الأسود، لقد حصلت على أشياء عاجلة في مدينة أخرى. أنا يجب أن أغادر لثلاثة أيام. لدي ثقة كاملة بك. حظا سعيدا. لا بأس بذلك. بلاك، هل سمعت؟ إنها تثق بي. لن أخذلك يا أيتها الدعسوقة. بلاك مخالب. فارس الظلام، أنا قادم. أوه، من هناك على السطح؟ يا من؟ القط الأسود؟ المعركة بدأت. يا لها من معركة، القط الأسود متساوٍ مع فارس الظلام. يا لها من معركة قاسية، لكن نعم القط الأسود يفوز. إنه لن يجعله يعود مرة أخرى. هل سيعطيه للشرطة؟ أين هي الدعسوقة؟ هذا كان سهلا. أين الإفطار؟ مهلا، كيف ستتعامل مع أكوما؟ سأتركه في الشرطة حتى تعود الدعسوقة. ستعود وتتعامل معه. أوه لا، ما هذا؟ شرير مرة أخرى؟ هذه المرة هي البومة المظلمة، لقد استولى على حافلة. أوه لا بلاك مخالب، البومة المظلمة سترمي الحافلة من الجسر. لكن لا، القط الأسود قطعها. أوه لا، القط الأسود تعرض لضربة قوية. أوه مرة أخرى. واو، القط الأسود يجاوب ويركل البومة المظلمة إلى الأسفل. ياي، البومة المظلمة ضربت والركاب أنقذوا. حسنا، لا يوجد شيء في ذلك. إدريان، هل أنت بخير؟ حسنا، أين هي الرقائق؟ إليكم برنامج الأخبار العاجلة.
تم السطو على متحف اللوفر من قبل الفرعون الذي يطلب حبه. أو بلاك بلاك مخالب. ولكن بدلا من حبه يظهر له القط الأسود. ياي ما هذا؟ ألف مومياء ضد القط الأسود. بعد ساعة من القتال القط الأسود يفوز على هذا الجيش من المومياوات. الآن هو من يقتل الفرعون. أوه القط الأسود يحصل على اللكمات، لكن القط الأسود أعتقد أنه يربح. مع ذلك لا نحن نستطيع قول ذلك. انظروا إليه، على أي حال شكرا لكم القط الأسود. ها أنا ذا، أين هي الرقائق؟ أين هي الرقائق؟ أين الرقائق؟ هل أنت بخير يا أدريان؟ نعم. أوه لا، شرير آخر هاجم باريس. هذه المرة قاعة المدينة في خطر. سيد الدمى يقود الرائد. أدريان أسرع يا أدريان. أدريان؟ أيتها الدعزوقة عودي من فضلك، ساعديني. أوه ها أنت ذا، اذهب وانقذ باريس وسكان باريس. بلاك مخالب. أوه كيف حالك هناك يا تيكي؟ بلاك نحن بخير، مارينيت تنام هنا، هي لا تستطيع سماعنا أو رؤيتنا، لقد فاتنا كل الأخبار. هل شاهدت هذه الحلقة؟ هل يمكنك سماعي ورؤيتي؟ إذن استمعي، اضغطوا على لايك واشتركوا في قناتنا. نعم واضغطوا على زر أعجبني. ماذا؟ هذه كانت فكرتك بلاك؟ نعم اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر أعجبني إذا أردتم مني الإمساك ببلاك. أنا ذاهب الآن للاتفاق مع بلاك.